تحياتنا لحضراتكم واهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من الستات على النهار. وصباح الفل ليكي يا سوسو. يا صباح الفل والجمال، ويومكم سعيد كله صحه وبركه، ودايما كل الامنيات الحلوه من الستات لمشاهدي الستات على النهار. تقرير نزلته صفحه فيسيولوجي توداي عن دكتور مشهور جدا في عالم نفس اسمه دكتور جون جودمان. دكتور جون جودمان بقى قال لك ايه؟ ايها الستات والرجال المتزوجون، هو معلش كده طبعا انا بألف من عندي حبه حاجات عشان خاطر يعني يعمل سبايس. المهم الراجل ده قال لك في اربع عوامل او اربع يعني نقول ايه انذارات، لو موجوده في العلاقه بينك وبين جوزك اعرفوا ان انتوا مش هتكملوا مع بعض، ان العلاقه دي بايظه بوظان لدرجه ان احنا مش هنقدر ان احنا نصلحها. تخيلوا لما عالم نفس يقول اربع حاجات لو موجوده في اي علاقه هو انذار رسمي وصريح وشديد اللهجه بان هذه العلاقه علاقه غير حضاريه، علاقه مصيرها الانفصال، علاقه غير مكتمله او لن تكتمل. ايه الشيء او اربع حاجات لقاهم مشتركه واكثر العوامل اللي بتكون انذار للزوجين في البحث اللي عمله ده؟ اول حاجه الانتقاد. لما يبقى شريك حياتك طول الوقت هو ما بيقولكش غير كلام فيه نقد، واسلوبه في العتاب اسلوب منفر، وطول الوقت انتقاد، طول الوقت تقليل، وطول الوقت فيش كلمة حلوة أو بقول بطريقة مش حلوة. الانتقاد ده شيء سيء جدا جدا، وأكتر حاجة ممكن بتدمر العلاقات. وعندنا مثل مصري بيقول اللي يقول لمراته يا عورة يلعبوا بيها الكورة، واللي يقول لها يا هانم يقفوا لها على السلالم. معنى الانتقاد ايه؟ انا لو اديتكم مثل بسيط جدا، زي مثلا انت ايها الزوجة الجميلة جوزك ناسي يطمن عليكي بالليل وراح قعد مع اصحابه في القهوة، وانت كلمتيه ما ردش لان هو كان ساعتها بيتكلم فعمل سايلنت للصوت وما ردش عليكي. ما ينفعش يروح البيت تبقي من اول ما هو داخل لغايه ما هو داخل ينام وانت بتقولي له وازاي واصلا انا اخر اهتماماتك واصلا انا مش اصحابك، وانت كل مره وكل اسبوع تقعد تعمل كده، والاسبوع اللي فات فاكر عملت كده برضه، الاسبوع اللي قبليه عدتك ولا هتشتريها، عدتك ولا هتشتريها. هو ده اللي هيخرب البيت. كبري دماغك وتكلمي لو مش قادره بس وقت تاني، والوقت يبقى باسلوب مختلف، بلاش التبكيت وبلاش النقد اللاذع واصل وانت ومن شهر وجبت. يا جماعه الكلام ده خلاص بقى بيبوظ العلاقات بجد. ايه تاني؟ ربنا هذه مفيده يا جماعه، مفيده بتقول كلام ال لا انا مش هقدر دلوقتي اقول له انت غلطان، انت كان المفروض تعمل كده، بس انا بقول احنا دلوقتي خلاص وصلنا ل ان الدنيا دي بتبوظ، فلو الدنيا دي بتبوظ لازم يبقى في حاجات بتبوظها غصب عنها. انا ما بقولكيش ما تكلموهوش، لكن انا بقول لك لو احنا بعد كل اللي اتعلمناه طلعنا من حاجه في الموضوع ده، هو ان الراجل راجل ومش هيتغير، وبيجي وقت القعده في القهوه مع اصحابه بيقلب طفل صغير وبينسى ادق التفاصيل. هل ده معناه خيانه؟ لا انا ما بقولش ان هو خيانه، لكن معناه ان انا ومش معناه تأثير على كده. انت وانت وانت لا، في طرق تانية نقدر ناخد حقنا فيها وناخد اللي احنا عايزينه من غير، لان في رجال اصلا الطريقه يا جماعه الطريقه والوقت خلي بالك بنقولها ازاي امتى فين باي طريقه باي اسلوب، دي حاجه مهمه جدا. ومش بس كده، مش طول الوقت عتاب وحساب ونفس الكلام ده بيعمله الراجل. الجوز ما هو ويز. يعني احنا بنتكلم الست كان ده بنتكلم الراجل، يعني الراجل برضه كفايه هو عيب انساني ايا ما كان. راحت لاهلها يا سيدي اتاخرت نفسها تقعد مع امها شويه، وانت انا قلت البيت يبقى في الساعه كذا وفين اكلي، وانت اصلك يا هاني نسيتي وده مش اول مره، وانت على طول كده اهلك هم اهم حاجه عندك مش اصحابك هم اهم، ايه موضوع اصحابك؟ ما هو نفس الفكره، الكلام ده بيودي داهية، الكلام ده بيبوظ علاقات. بس تاني حاجه قالها فكره الدفاعيه، اللي هو
انا بدافع عن نفسي طول الوقت، انا حاسه ان انا مظلومه طول الوقت، انا ببرر طول الوقت، ببرر الغلط بشكل مبالغ فيه، وعلى طول بدافع عن اي حاجه قدام الشريك، فده بيعمل فجوه، لان انت طول الوقت مظلومه وطول الوقت بتشتكي وطول الوقت مش سعيده وطول الوقت يعني مغلوبه على امرك، برضو ده مش حقيقي ومش اسلوب حلو في التعامل في كل العلاقات، فما بالنا بالجواز. تالت حاجة الازدراء، يعني ما ينفعش اتنين بيكونوا بيتكلموا مع بعض ومختلفين في حاجة فابتدي انا راجل او ست ابتدي اتكلم بشكل سخري، اه ما انت ام العريف، اه ما انت ما فيش غيرك بيفهم، اه ما انت اصل احنا لازم نسكت وانت تتكلم، اه ما انت لازم تعيشي في دور ان انت سيدة القصر وانت اللي مسيطرة على الموضوع. السخرية من الاخر في الخناقة او في مشكلة انتوا بتتكلموا فيها تؤدي الى الطلاق، الكلام ده ما بيتنسيش، لا الست بتنسى ولا الراجل بينسى. الازدراء ده من اسوأ الصفات، كمان التطاول بالالفاظ، ان يكون في شريك بيتطاول علق طول الوقت على الشريك وهو شايف ان ده شيء عادي وشيء طبيعي، اه مراتي وانا تمام عادي ان انا اقولها كده، انا مش باهنها، بالعكس ده يعني كانه مثلا بيطبطب عليها وكانه بيفتخر عادي ان هو بيعمل كده، وهي كمان يبقى عندها ممكن، بس دول نسبه قليله قوي من الستات اللي بيبقى عندها ده انه عادي. ساعات ساعات الست بتهين جوزها بتقول انت كذاب، بطل 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 استهبال بطل حركة، دي كمان اسمها اهانه على فكره، يعني ده نوع من وعدم احترام طبعا، يعني دي من يعني زي ما هو ممكن يتطاول عليك بالالفاظ الطريقه دي اهانه للراجل، فبرضه لازم نبقى واخدين بالنا. من ضمن الحاجات بقى الاخيره مد الايد، قال لك العلاقه اللي اتكتب لها النهايه عندما يحصل فيها مد الايد من اي طرف، الرجل للمراه او المراه للرجل، طبعا كده احنا مضينا شهاده وفاء العلاقه دي بالظبط، لان ده اهانه للانسان، الانسان مكرم اصلا سواء كان راجل ولا ست، ففكره التطاول بالالفاظ او بالايد او ان انت ترمي بحاجه او دي مش من الانسانيه، كده انت انسان ما عندكش كنترول، ما عندكش انسانيه، فلا تصلح لان انت لا تكون زوج ولا تكون صديق ولا تكون اي حاجه خالص. طيب الحاجه المشتركه برضو فكره الانسحاب المفاجئ، انه فجاه يبقى الشخص ده مش موجود كانه ما كانش، كان هنا وراح، ان انت قررت فجاه ان انت تنسحب وتمشي بشكل مفاجئ، اكتر حاجه بتهد العلاقات او من الاكتر الحاجات هي الانسحاب المفاجئ غير المبرر. خلينا نقول ان دول اكتر حاجات الطب وعلم النفس قالوا انها ممكن تدمر العلاقات، خلي بالكم من الكلام اللي احنا بنقوله، اسمعوه كويس، زنوه، لو في حد من اصدقائنا اتفرجوا علينا عندهم واحد او اتنين من النقط اللي احنا قلناها، حاول ان انت تلحق نفسك، طول ما احنا عايشين ممكن نلحق نفسنا. تحياتنا لحضراتكم، خلونا نطلع فاصل عشان حلقتنا النهارده عن الطاقه والابراج والاحلام وكيفيه تحقيقها، كل ده موجود في حلقه واحده، بعد الفاصل نلتقي.